اليوم راح نسوي قهوة على الرمل. قبل ما حطينا طاوة فيها رمل وعلى النار. شوف الاختراع كيف. نبتدي نخوط الرمل. والله اني يعني فكرة تقريبا راح تنجح. هذا النار هنا. والله الرمل صار حار. القهوة على البارد مع الشكر مع الماي. خلينا على الرمل الحار نشوف تنجح ولا لا. اذا نجحت سووها لانه سهلة جدا. شوفوا على نار ورمل ومقلاية طاوة عميقة شوية. قاعدين ننتظر اخذ شوية وقت بس عادي لحد ما يسخن الرمل زين. صارت تغلي ونجحت العملية. يا سلام سلم. وهذه قهوة الرمل جميلة والله ريحتها تجنن. سووها.